يوسف، قبل الفاصل كان في قصة كنت عايز تحكيها، ان في شاب راح للنبي. ايه القصة دي؟ احنا بنكمل بنقول شخص او بنت مش قادرين ان هم يسيبوا الذنب، حاسين ان الموضوع صعب شويه، فبنقول لهم انتوا اعترفوا في البدايه انه ده ضعف منكم، مش ايه، مش عند، مش كبر، تمام؟ فاول حاجه قلنا لهم استغفروا ربنا كتير. الحاجه الثانيه اقعدوا ادعوا ربنا كتير قوي الصبح وبالليل ان ربنا يخرج من قلبكم الذنب. ثالث حاجه ندور على الشيخ المربي او العالم اللي فاهم، نقعد نتكلم معاه ونحكي له المشكله، وامين ونحط تحتها 30 خط عشان في دلوقتي ولاد وبنات بينضحك عليهم تحت كلمه الامين دي، يبقى امين، تمام؟ طيب بتقول كده ليه يا يوسف؟ بقولها من قصه الشاب اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وراح قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فالنبي وقف كده وعادي جدا ومبتسم وبتاع وعادي، واخد الموضوع بسيط يعني. تخيلوا النهارده واحد كده داخل على شيخ في مسجد قال له يا شيخ انا عايز كذا، يقول له اطلع على بره، عارفين نطلع نجري وراه. ف يعني مش كل الناس ان شاء الله يعني، بس للاسف هو ده شويه فكرنا دلوقتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بص لي كده، وبصت العين دي على فكره سحر يعني، واحد يكلمه بالعقل كلموش في دين، قال له طب بص انت ترضى ده لمامتك؟ قال له لا. قال له طب لاختك؟ قال له لا. قال له طب لخالتك؟ خلي بالكم. قال له لا. قال له طب لعمتك؟ قال له لا. قال له والله ولا الناس يرضوه لامهم ولا اختهم ولا عمتهم ولا بص العبقريه ولا خالته، تمام؟ سكت النبي، ما سكتش النبي صلى الله عليه وسلم، العاطفه يبقى هنا العقل، العاطفه. قام حاطط ايده على صدر الولد وقال اللهم اخرج هذا الذنب من قلب هذا الشاب. فالشاب قبل ما بيتحرك بيقول والله وانا داخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في ذنب احب الي من ذنب الزنا، دلوقتي ما فيش ذنب ابغض الي من ذنب الزنا. ليه؟ المربي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مربي، النبي كان حكيم، النبي كان قائد، النبي كان زوج ناجح، النبي كان فيه كل الصفات اللي لو احنا بندور عليها. عشان كده دايما بقول للشباب والبنات ايه، دوروا على القدوة الصح، ما تدوروش على القدوة اللي واخداكوا الحاجات غلط في حياتكم. ما تخلوش اي حد يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي تبقى انتوا وراه، دوروا على النبي. النبي احتوى الشاب في لحظة يا نوران، الشاب ده كان ممكن يبقى ايه في حتة تانية طبعا، والنبي كان ممكن يقول له ازاي تعمل كده وما ينفعش، ويسرد له الايات. ده النبي بقى مش يوسف اللي قاعد يعني، ده النبي اللي القران بينزل عليها يقول له كذا 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 كذا. قال له لا لا لا، تعالى كلمه بالعقل وبعد كده بالعاطفه، والولد مشي. يعني معنى كده، ما هنا احنا لازم نخرج بالقواعد اللي احنا نتعلم. معنى كده ان في ناس بتبقى قلوبها ماسكه في الذنب. اه ليه يا احمد؟ عشان احنا ضعف، مش هنساها. عشان احنا ايه؟ عشان احنا مساكين. عشان احنا ايه؟ عشان هو ربنا عالم اللي خلقنا ان احنا عندنا ضعف. فبالتالي لما انت تدور على الشخص ده اللي يكون امين معاك، وتقعد او تقعدي وتحكي لها وتبدا تاخد بايدك خطوه بخطوه، عشان ايه؟ عشان نقدر. طب ايه تاني؟ خليك لحوح، فانه كان للاوابين غفورا. الأوابين دول اللي هم إيه؟ اللي هم يعني كل ما بيروحوا بيرجعوا، كل ما بيروحوا بيرجعوا، وقاعدين منكسرين وقاعدين. خليك لحوح على ربنا، ربنا بيحب قوي 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 الباب اللي تخبط عليه، باب الانكسار. كان يقول لك إيه؟ أحد التابعين، دورت في باب الصيام وباب الصلاة وباب قيام الليل وباب كذا، فلقيت كل الناس واقفة على الأبواب دي كتير، بس دخلت على الباب الذل والانكسار ما لقيتش عليه حد كتير. فتقعد كده ايه، تقعد تدعى ربنا، تقعد تدعى ربنا. الحاجه الاخيره للي مش قادر، خلي عندك حسن ظن بربنا، والله يريد ان يتوب عليكم. ده ربنا حابب يا احمد ان هو يغفر لنا وان هو يسامحنا. فلما انت تفكر في الخمس حاجات دول وتبدا تقول ايه، لا ده انا ربنا حاببني، ده انا ربنا مستني مني ان انا اتقرب بس لربنا خطوه، ربنا يتقرب الي، هو انا ناقصني ايه؟ فاقعد بقى وادعي واستغفر، واقعد واستغفر، والله العظيم هتلاقي هو في الاخر مش ابليس يعني. ففي الاخر ايه؟ هتلاقي في لقطه ولقطتين وثلاثه هيسيب الذنب خطوه بخطوه. طيب بعد ما ان شاء الله يقينا هيسيب الذنب، يعمل ايه؟ اشغل نفسك بحاجه كويسه بقى. يعني احنا مش درويش، ولا احنا جايين النهارده نقول له بقى ايه، روح بقى واقعد في المسجد وما تعملش حاجه. بالعكس، المسجد ليه وقته، لكن ربنا لما خلقنا نعمر، خلقنا نساعد بعض. احب الناس الى الله انفعهم. ايه ده؟
احب الناس لربنا انفعهم او الله؟ والله احمد يبقى احب الناس لربنا. ليه؟ اصل بيجري حتى في مصلحه اهلينا، حتى في مصلحه اهلينا. يعني حتى النهارده ايه ده، طب بابايا ومامتي وكبروا في السن وبساعدهم وبجري وبروح، برغم ان احنا مهما عملنا في الكون مش هنرد نص في المية من اللي هم عملوه وفضلهم علينا. لكن يا اخي كان الله في عبد العون ما كان العبد في عون اخيه، بس ده اعمله مع الغريب، اصل باباك ومامتك دي فرض عليك. لكن تصدق والله بتاخد عليها ثواب كبير. ليه؟ لانه هو ربنا اصلا امرك ببر الوالدين بعديه على طول. فبالتالي اشغل نفسك بقى بحاجات حلوه. يعني ايه؟ يعني احنا يومنا كتير يا عم، حط حاجه حلوه وحط حاجه هنا وحط حاجه هنا، اقعد اعمل حاجات كتير. لما تلاقي وقتك اتملى بحاجات حلوه والله العظيم هتلاقي يقينا هينسى المعاصي والذنوب، الموضوع اختلف، هتلاقي في حته تانيه اصلا.